Good afternoon, Isra. How are you? السلام عليكم. Okay. فاكرنا الكلمات؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Can you hear me? Yeah. Okay. Did you study the words, Isra? ذكرتي الكلمات؟ أي طيب نص هم رجعي. لسه موجود. اما انا بقول لك هو رجعي قبل ما يجوا. رجعي. مسو احنا هنكتبها ولا سماها شفوي؟ اكتبها في ورقة وتبعتوها لي. تمام سوي. بس ممكن تشوف الشات. إسراء حدش جه؟ هبعت لرهف وحبيب دلوقتي، أوكي هي لسه كانت بتتكلم. طيب أوكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you? رهف. I'm fine. Why are you late? نعم. اتأخرنا ليه؟ معلش يا يسا، الله في ماشي. الحمام. اوكي. ممكن بس يسا، أنا حصلت بسرعة جدا أوي. اوكي quickly quickly. How are you حبيبة? How are you today? I'm fine. احنا وقفنا، احنا خلصنا lesson 1 و 2. اوكي ريبتو، did you study the vocabulary يا حبيبة؟ نعم يا مان. did you study the vocabulary؟ لا يا سلام، ما كانش معانا كتير. مين كان بيسأل على الامتحان، على الواجب؟ حد فيكم كان بيسأل على الواجب؟ أنا انا إحنا الاثنين. انا كتبت لهم page 24 بس مش عارفه ابعته لكم ولا لا. بس anyway، طب انتوا معاكم البي دي اف ولا لسه؟ لا يعني مثلا الـ PDF مش هيشتغل عندي. غريبة. عمال يقولها كلمة مرور واشتراك مجاني وحاجات غريبة كده. ايه ده، ايه ده، ليه ده بي دي اف بس؟ يعني ده مش، انا حتى مش على السايت، مش على الموقع. مش عارفة والله. طيب حاولي تاخدي طب ثواني سكرين شوت، حاولي تاخدي سكرين شوت هبعتلك رقم شير، التطبيق. او خلي حد يبعتلك. لو معاكوا ارقام بعض. طيب let's see let one two three four
فاذا انتوا للاسف ما ذاكرتوش عشان ما كانش معاكم الكتاب. فانا طيب، ممكن بس ناخد سكرين شوت او حد يبعت لحبيبه علشان بس نذاكر، ما هيتكوم علينا كده حاجات كتير. طيب انا خدت سكرين شوت. اوكي، راح بجد. هي راح موجودة بس هيك المايك. ايوه، ما راح في ايتي ثواني. Who will be my helper today? Who was my helper last time? بصراحة هو مثلا مش عارفة مش قادرة ايه مش عليا النهاردة، بس هما اتنين قالوا انا مكنتش فاهمة. طب يلا يا حبيبي، you are my helper. ماشي، أول ما يجي ال، انتوا عندكم التايمر بتاع الحصة ولا لأ؟ مش المفروض يمسح حاسس 40 دقيقة؟ اه، لما يجي على 30 قولولي، ابعت لكم لينك تاني. اوكي، تمام. هي رهف جيتي؟ رهف لسه ما جاتش. بس احنا قبل ما نبدأ النت عندي وحش قوي، فلو اتفعل قبل ما او نبدأ كده ايه؟ النت عندي وحش خالص. ماشي ماشي، تمام، مفيش مشكلة. طيب let's see the main vocabulary of lesson 3 and 4. Just try to repeat with me. قولوا معايا: attractive، attractive attractive large. large What's the opposite of large? مثلا ممكن white or لا، large يعني كبير. I want the opposite، العكس. وايد يعني واسع، انما انا عايزه صغير يعني medium ايه، medium اقل بقى، اقل. اس هكاك بس حبيبه، انت اللي بتقولي اس وميديوم صح؟ اي حبيبه بتقول بالمقاسات بتاعت التي شيرت صح؟ والله دي أول مرة in my entire life حد يقولها لي بصراحة، يعني أول مرة. لا، هو عكس لارج. طب مش هغششكوا برضه. طب لارج، لو قلنا لارج معناها big، what is the opposite of big؟ What's the opposite of big؟ Small. Small. Okay. 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 Next Terrible. is Yes, welcome back, Rahaf. We just said attractive, large, terrible. قولوا معايا. terrible. Okay. Poor. بور What is the opposite of poor? انتوا شاطرين بقى، انتوا شاطرين. ها، قلتي ايه؟ The opposite of poor. غني يعني ايه؟ غني. بصراحة مش عارفين يعني Rich. R-I-C-H. Rich. Okay. Railway line. Railway line. really why Railway line. really Prison. prison السجن. بروفايل، profile fine الملف الشخصي. Feed. feed Like if you have a pet, a cat or a dog, so you feed them. أو مثلا لو حد عنده كلب أو قطة بيأكلهم. أو مثلا حتى the mom feeds her children، أو الأم بتأكل أطفالها. يبقى كلمة حد بيأكل حد أو حد بيأكل حيوان مربيه اسمها feed. Feed. أوكي. تمام Share. شير You شير share. Tap. تاب طيب tap اللي هي حنفية، عارفين حنفية بتاعت المية؟ طب لو حطينا ايوه آخرها، لو حطينا آخرها E هتبقى تيب. عارفين معناها هيتغير هيبقى ايه؟ هيبقى معناها، عارفين الستوري تيب او اللزق؟ ايوه هو ده، ايوه 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 هو ده. يبقى تاب من غير الاي يعني حنفية. شفت بقى، حرف غير معنى الكلمة خالص. تاب with اي اللي هو الستوري تيب او اللزق.
typical تبكتم typical typical تبكتم نمطي او نموذجي، حاجة نموذجية بقول typical. village بلد قرية صغيرة بنقول عليها village. village طيب حبيبة، can you read the first column attractive؟ تمام attractive large telephone for la rail. railway line برافو. railway line person prison لا بريس prison yes 10 points. okay إسراء، can you read the next column؟ profile fed share feed top feed. عارفة فيد اللي انتي قلتيها دي البوست بتاعها؟ تخيلي بقى البوست الماضي بتاع فيد أطعمة، يبقى فيد اف اي دي. اوكي تمام كملي كملي يا إسراء. شير توب تاب تاب. تاب typical will village. برافو 10 point. طيب رهف، رهف بتتلمس، يلا يا رهف. The first column attractive. okay attractive large terrible poor railway the line. railway line prison prison. برافو 10 points يا رهف. any difficult words here؟ ها اي كلمات صعبة هنا؟ لايس تمام. مثلا كلمة خط سكك حديد دوت اسمها ايه؟ railway line. railway line. rail way تمام line. okay تمام. اوكي إسراء، can you try number one? complete the following sentences using the words in the box. tap, prison, profile, typical, attractive. yesterday it was a day in my life. ثواني okay take your time. عايزة أقول إن هو ثلاثة يوم، عايزة أقول إن هو يوم نمطي بيحصل كل يوم. ثواني أوكي هتبقى تبك typical. برافو 10 points. أوكي حبيبة، thieves are taken to. ايه نمبر 2 حبيبي؟ thieves are taken to يعني ايه السجن؟ حبيبة عندها النت ضعيف. طب اكتبيها يا حبيبة عشان صوتك مش واضح، اكتبيها في الشات. هو السؤال اللي يمسك ايه؟ نمبر 2 thieves are taken to. Thieves are taken to ايه؟ مش هو الدور على تمام مين؟ شوفني مثلا الدور على مين؟ الدور على عليك. لا على حبيبة، علي انا حبيبة ولا حبيبة. اها Thieves are taken to. Thieves اللي هي الحرامية، هنوديهم فين؟ معاني الكلمات كلها في البوكس فوق اهي. حبيبة أنا لو بتتكلمي I can't hear you. طب اكتبيها لو انتي سامعاني. حبيبة طلعت. طيب يا رهف، هي نمبر 2 thieves are يعني taken. مسألة واحدة number 2 thieves are taken to person prison. برافو 10 points.
اوكي اسراء نمبر 3 the new house was very اتركت. attractive very good 10 points رهف don't forget to turn off the don't forget to turn off يعني ما تنساش تنسى ما تنساش تقفل ايه sorry تيب tape برافو شاطر 10 points اوكي Let's continue the rest of the words. Article, مقال, article. Say with me, please. Article. أرسل Text message. تكست مسج Research. ريسيرش Search. Clear, واضح. كلير Do you know the opposite of clear? Unclear. unclear هنحط لها un بس picnic بيكنيك يعني نزهة هنروح النزهة اسمعوا الكلمة دي زي جنينة كده watermelon watermelon who likes the watermelon أنا أكيد 100% yes ونفسي أكل I شوكولاتة. love it with a piece of cheese white cheese حتة جبنة بقى جنبه خلاص بقى كده okay knife نايف knife الكي سايلنت اوكي اتس نايف سكينة طب حد يعرف يعني ايه معلقة يعني ايه معلقة بالانجلش ثانية حضرتك قلتي ايه؟ wait wait بليز حضرتك سامعني؟ yes 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 I'm just putting the charger هو إسراء خرجت وحبيبة خرجت هو النت مايل النهارده انا كنت بسألكم يعني ايه معلقة تعرفي يعني ايه معلقة يا رهف كلمة ايه يا ميس؟ تعرفي يعني ايه معلقة بالانجلش سبون سبون برافو نايف يعني سكينة طب تعرفي يعني ايه شوكة كانت لساني كانت ايه؟ اولها اف شوكة فورك فورك ولا فورك 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 برافو برافو حسنتي حسنتي يا رهف حسنتي مين كان بيديكي انجلش السنة اللي فاتت يا رهف انتي يا ميس ماشي راحوا فين اهي في حد دخل مين حبيبة 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 دخلت الأسراء اسراء اسراء حبيبة can you hear me ما حضرتك سامعني؟ معلش أنا لسه متخرجة اوكي no problem اوكي يبقى نايف يعني سكينة سبون يعني معلقة فورك يعني شوكة اوكي let's continue suggest suggest اقتراح او يقترح سجلت suggest suggest تجلست yes carry كاري في كلمة تانية بمعنى carry تعرفوها؟ اللي هو يحمل الكاري سوري الكاري وأنا لا اللي هي كاري انت قصدك كاري اللي هو التوابل اللي بنحطها ده بجد لا واو لا لا في verb في verb تاني بيدي نفس معنى كاري تعرفوا ايه هو ايه بس الكلمة التانية ثانية عايزة another verb gives the same meaning like carry فعل تاني بيدي نفس معنى يحمل ممكن تبقى صعب عليك مش شوية عارفة lift L I F T lift okay life اوكي life يعني life حياة جماعة life اللي حطينا في E S أي كلمة في الإنجليش آخرها F أو F E لما عايزة أخليها جمع اشيل الاف اي احط في اي اس زي مثلا نايف السكينة عايزة اخليها سكاكين يبقى نايفز هشيل الاف اي احط في اي اس وايف زوجة دبليو اي اف اي الجمع وايفز دبليو اي في اي في اي اس اوكي يبقى اي كلمة في الانجليش اخرها اف اي او اف اشيلهم واحط الايه في اي اس اوكي جاردن
garden goats both goat borrow goat borrow borrow include borrow intern يتضمن أو يشمل. أوكي نبقى اللي بعدهم بتاع خليكوا تقروا adventures adventure adventure مغامرات train 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 ممكن يبقى معناها يتدرب، train حد بيتدرب على حاجة، وممكن يبقى معناها قطار، يبقى ممكن تبقى verb وممكن تبقى noun. together together move together together move move يعني ينتقل أو move يعزل، زي ما move هعزل من المكان ده I will move to other place، هعزل من المنطقة دي للمنطقة دي بقول move. change 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 ممكن تبقى verb وممكن تبقى noun. لو verb معناها حاجة بتتغير I will change my profile picture for example، هغير profile picture. طيب لو noun يعني عارفين لما أقول إيه؟ حد بيدفع فلوس وياخد الباقي، الفكة الباقي دي اسمها change برضو. أوكي يبقى لو noun لو اسم اللي هي الفكة أو الباقي بتاع الفلوس، يعني حاجة مثلا ب5 جنيه اديت الراجل 10 جنيه هيرجع لي 5 صح؟ فالفلوس اللي هو أي هيرجعها لي دي اسمها change. beginning beginning yes البداية. travel travel يسافر. road road يعني طريق. اوكي ending ending عكس beginning البداية، عكسها ending النهاية. describe describe بقول لك مثلا describe your room، اوصفي لي الأوضة بتاعتك. describe your dress، اوصفي لي الفستان بتاعك. describe لما اجي اوصف شيء. اوكي بصوا كده على الكلمات، في اي كلمة صعبة قولي لي اترجمها لكم او اشرحها لكم، بصوا عليهم كده. Claims. طيب إسراء اقري كده ال first column article Article. Text message. Research. Hair. clear Banking. Peer. picnic Picnic. Watermelon. Kena. لا ال key silent knife Knife. thank you 10 points حبيبة حبيبة can you hear me؟ حبيبة النت ضعيف. طيب اقري يا رهف. suggest 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 عارفين كده، عارفين لما تحطوا شدة في العربي حطوا على الجي شدة أي suggest. ها يا رهف يا ميس suggest Harry life or live our lives lives الجامع بتاعها a lives garden goods income include include. اوكي 10 points راح. هي حبيبة طلعت. اوكي إسراء lesson 4 adventure تمام adventures train together move together. بس تي اتش اخر طلعي واحدة لسانك، تي اتش طلعي لسانك together. together move shank دي change 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 لما الجملة كلمة بتبدأ ب سي اتش ت ت كأننا بنقول ت في الأول أو تي change change. اوكي 10 points change رهف beginning نعم يا ميس read read اقرأي beginning بدنا ثانية يس المفروض أعمل إيه؟ read read يعني أوكي beginning travel road ending describe yes very good. describe travel طيب let's
remember together the past of know دي irregular verbs knew known past participle forget ينسى forgot forgotten مهمين جدا ال irregular verbs نحفظهم كويس bring brought brought feed fed fed يعني your time أطعمه في الباست اوكي في اي فيرب هنا مش فاهمينه لا يا ريس، لا let's see the definitions I usually tell you that the definitions are very important right انتوا امتحانكم تشوز تيجي لازم في الامتحان يعني ايه prison a place where people go when they do something wrong or bad يعني السجن ده للناس الايه اللي مش كويسه لو حد عمل حاجه غلط بيتحبس يعني railway line the metal road that a train travels on عارفين القضيب اللي بيمشي عليه التريين نايس. صار هو ده اسمه railway line poor not having enough money to live well فقير ما معهوش فلوس كفايه عشان يعيش كويس attractive حاجه حلوه يعني جذابه beautiful nice to look at nice to look at يعني يسر النظر يعني تبقى مسرور وانت بتبص عليه ميس، هو احنا ممكن يعني لو يعني نتعامل على حسب اختيارات ومش اختيارات عشان لو الامتحان يعني يعني بس برضه يعني حسب مستوانا يعني هل كده قصدي يعني لا قولي تاني كده يعني يعني اه احنا ممكن نكون سفارة وكده بس يعني نحل على اختيارات ومش اختيارات يعني نحل اللي كده عشان مستوانا كويس. ما اكيد ما هو احنا في الهومورك مثلا الهومورك عمره ما بيبقى اختيارات بس بيبقى فيه دايلوج بيبقى فيه كومبليت تمام انا عمري ما بعتمد على التشوز بس انا بهايلايت بركز على الحاجه اللي دي هتيجي في الامتحان فبقول لكم مثلا خلي بالكم هيجي لك مثلا not having enough money to live well هيجي لك مثلا poor attractive large فتبقي عارفه ان ده الديفينيشن التعريف بتاع poor تمام انما بالنسبه للاسئله انت عارفه يا رهف احنا بنحل كتير يعني مش بنحل تشوز بس ها أيوة بنحل كل الاكسرسايز large big كبير terrible very bad رهيب او مفزع او وحش جدا يعني feed your time give food to a person group or animal يعني ادي اكل للبني ادمين او اكل لمجموعه من الناس او اكل sorry الساعة 4:30، نص ساعة. Oh, thank you. Thank you. I will send a link again, okay? Give me one less than 1 minute, okay? اوكي.